نروح لزميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم بقى، جهز لنا بمجموعه من الاخبار والصحف العالميه، ردود الافعال على المواجهه واخر اخبار المونديال. مساء الخير يا هنا. مساء الخير يا احمد، برحب بيك وبرحب بكابتن هيثم وبكل مشاهدي قناه الاهلي، واكيد سعيده جدا ان انا هكون معاكم النهارده بقى واخدكم في جوله عن اخبار كاس العالم للانديه. احنا اسعد بوجودك معانا، ويلا بينا ناخد جوله. هناخد طبعا جوله في معظم الصحف العالميه وردود الافعال على المباراه بتاعه امبارح، وطبعا البطوله لسه مستمره في مواجهه الاهلي وفلامينجو، عندك اكيد اخبار عن المباراه وبعثه النادي الاهلي في المغرب بشكل عام. اتفضل. اكيد طبعا، بس الحقيقه قبل ما ابدا جولتي الاخباريه يعني عايزه اقول ان انا يعني فخوره جدا ان انا بنتمي طبعا لهذا الكيان العظيم، كيان النادي الاهلي. شفناه الحقيقه كالعاده امبارح بيشرفنا في المحافل العالميه والدوليه، شفناه بيقدم مباراه كبيره جدا امام ريال مدريد، يعني بغض النظر عن النتيجه اللي يمكن ما كانتش مرضيه لاغلبنا، لكن الحقيقه الاهلي قدم مباراه كبيره جدا، وان شاء الله بقى يوم السبت القادم كمان يقدم اداء كبير جدا ويفوز بالميداليه البرونزيه للمرة الرابعة في تاريخه إن شاء الله. إن شاء الله. خلونا بقى نبدأ أخبارنا النهاردة والبداية مع فريق النادي الأهلي، واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم الخميس على ملعب الفرعي لمركب مولاي عبد الله استعدادا لمباراة فلامينجو البرازيلي بعد غد السبت. وحرص مستر مارسيل كولر المدير الفني على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي في حضور الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة. وأيضا أدى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء أمس أمام ريال مدريد تدريبات بدنية واستشفائية في فندق الإقامة بالرباط. وقاد كولر بقية اللاعبين في تدريبات متنوعة بدأت بفقرة بدنية تحت إشراف أندرياس أندريا مخطط الأحمال استمرت لمدة نصف ساعة من بداية المران. وخاض اللاعبون تدريبات فنية متنوعة بالكرة قبل أن يختتم فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية. واستكمالا بقى للحديث عن النادي الاهلي، وصلت بعثه فريق الاهلي مدينه الرباط بالمغرب الشقيق الى طنجه استعدادا لمباراه تحديد المركز الثالث امام فلامينجو البرازيلي ضمن منافسات كاس العالم للانديه. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للصحف العالمية، واهتمت الصحف الأوروبية بمباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية التي تعثر فيها بطل القرن الأفريقي أمام بطل القرن الأوروبي. ونشرت صحيفة لوكيب الفرنسية مقالا ذكرت فيه أن انتصار ريال مدريد على الأهلي لا يعكس معاناتهم أمس في الرباط، كما أن صحيفة ماركا الإسبانية قالت أن الأهلي كان خصما جديرا بالاحترام. وأيضا نشرت صحيفة AS الأسبانية مقالا قالت فيه إن أحلام الأهلي في النهائي انتهت وأنه سيلعب مع فريق فلامينجو البرازيلي على البرونزية. يعني الحقيقة حاجة بتشرف جدا طبعا، وإحنا فخورين فعلا، إحنا بننتمي للنادي الأهلي والصحف العالمية كلها بتتكلم على النادي الأهلي وأدائه في مباراة أمس. وده اللي كنت بتكلم فيه مع عيسم، اللي عجبنا امبارح في المباراة بصرف النظر زي ما أنت قلتي هنا عن الموضوع السكور، انه الاهلي ظهر بشخصيته، وانه الفوارق اللي اتقالت قبل المباراه والمقارنات اللي اتقالت بين ريال مدريد والاهلي ما شفناش ولا حاجه منها على مدار ال 90 دقيقه، وانه لو كان معانا بس شويه توفيق وتركيز اكتر من كده كان ممكن سيناريو المباراه يبقى مختلف تماما عن السيناريو اللي احنا شفناه امبارح. انا اتفق معاك، ويمكن التركيز في التفاصيل، هي غلطه او اتنين تفاصيل بسيطه، باص وكات، استلام كوره، كوره ممكن تقلش منك في مالكش حد مغطيك، تفاصيل بسيطه كانت ممكن تطلع بنتيجه احسن من كده. احنا ضيعنا كتير قوي امبارح على فكره يا هيثم، يعني احنا لو يعني في الاربع خمس كور اللي احنا رحنا بيهم على الجون وفقنا في واحده بس او اتنين السيناريو الماتش ده كان راح في حته ثانيه خالص. يعني يمكن احنا مش عايزين نتكلم في الفرص، يعني يمكن انا مش عايز يعني اقول عددها، بس انت جبت مجمل، انا اتصور ان هم مش اقل من خمس فرص. يعني لا، في شحات راح، شريف راح، قفشه راح، عبد المنعم ليه واحده برده في السكس يارد، مع انه عبد المنعم هيدر هايل بصراحه بالزبط. يعني بس الحمد لله طبعا في النهايه، وطاهر وكهربا صح، كره طاهر اللي كانت 100% كانت يعني كنا قلنا جون، بس كل ده كان ممكن يغير شكل النتيجه ويغير شكل السكور في الاخر. دي حقيقه احنا كان ناقصنا بس يعني حاجه قليله من التوفيق. اقول لك حاجه يا هنا، قبل الماتش ما يبتدي انا كنت متوتر جدا،
فيعني قلت لنفسي بجد واحنا قاعدين بنتفرج احنا متوترين ومشدودين، كان الله في عون اللعيبه، يعني اللعيبه الناس تلعب دي قدام الريال احساسها ايه دلوقتي ومش عارف ايه متوترين. حقيقي هم كانوا متجهزين كويس جدا للمباراه وبدوا بدايه يعني اكتر من رائعه، يعني بانت قوي في واقفين على رجلهم وبانت اكتر في ضربه الجزاء بتاعت علي معلول، وبانت اكتر واكتر في ضربه الجزاء بتاعت الشناوي. كل ده يبين استابيليتي، والكلام ده هو ده اللي كنا بقوله معاك يا كابتن احمد، ان احنا في، ويمكن هنا برضو اكيد تتفق معانا، ان مباراه ريال مدريد انا بقول نقله في تاريخ النادي الاهلي، نقله في الفكر ان احنا نروح للكره الاوروبيه ان شاء الله. وده محتاج زي ما قال زميلي العزيز احمد ان احنا محتاجين شغل اكيد هنوصل له ان شاء الله. ان شاء الله دي حقيقه. يعني احنا كمان شفنا النادي الاهلي كان ضاغط في جزء كبير جدا من المباراه، بس التوفيق ما كانش مع النادي الاهلي بقى امس. صحيح. خلونا بقى نستكمل أخبارنا النهاردة وننتقل للفيفا، وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تغيير ملعب مباراة الأهلي ضد فلامينجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث بمنافسات كأس العالم للأندية، ويستعد الأهلي لمواجهة فلامينجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية والمحدد لها 5:30 بتوقيت القاهرة مساء السبت المقبل. ونشر الاتحاد الدولي على موقعه الرسمي مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية المغرب 2022 بين الأهلي وفلامينجو ستقام على ملعب طنجة، والذي سعته طبعا 65,000 متفرج يوم السبت 11 فبراير. وتضمن البيان أن المغرب البلد المضيف قررت نقل المباراة من العاصمة المغربية الرباط للحفاظ على ملعب الأمير مولاي عبد الله للمباراة النهائية بين ريال مدريد والهلال، واللي هتكون طبعا الساعة 8 مساء في نفس اليوم، لضمان بقى جودة الرياضية للمباراتين المتبقيتين للاعبين والجماهير. ننتقل بقى دلوقتي لفلامينجو، وأعلن فلامينجو البرازيلي غياب فيليس لويس وليو بيريرا ثنائي الفريق عن مباراة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2022 بالمغرب بسبب الإصابة. وذكر فلامينجو في بيان عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم الخميس أن فيليب لويس وليو بيريرا لن يتمكنا من خوض مباراة الأهلي بعد تعرضهما للإصابة. وأضاف أن بيريرا قلب الدفاع تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة الهلال السعودي، وأوضح أن المخضرم لويس الذي يلعب كظهير أيسر غاب عن هذه المباراة واكتفى بالبقاء على دكة البدلاء، وطبعا أصيب في قدمه اليمنى. واستكمالا بقى للكلام عن فريق فلامينجو، يواجه فريق فلامينجو البرازيلي أزمة كبيرة قبل مواجهة الأهلي والمقرر لها السبت المقبل في مباراة تحدي المركز الثالث في مونديال الأندية والتي تخضها المغرب الشقيق. وتأكد غياب اللاعب جيرسون سانتوس عن فريق فلامينجو البرازيلي بسبب حصوله على بطاقة حمراء في المباراة السابقة أمام الهلال السعودي في الدور نصف النهائي. كما فجر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مفاجأة مدوية بإعلان حصول 3 لاعبين آخرين من نادي فلامينجو على بطاقات حمراء في الدقيقة 8 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الثاني من المباراة التي خسرها أمام الهلال السعودي. واستكمالا بقى لأخبارنا النهاردة، كشفت تقارير صحفية سعودية أن ثنائي أندية كارو أندريا كارو وحمد اليامي لاعبي فريق الهلال السعودي جاهزان للمشاركة في المباراة النهائية أمام ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية. ويذكر أن الهلال أصبح ثالث فريق عربي يتأهل للنهائي كأس العالم للأندية خلف الرجاء المغربي والعين الإماراتي، وأول فريق سعودي يصل إلى تلك المرحلة. يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق طبعا للهلال السعودي في الفاينل، أي فريق عربي طبعا كلنا بندعمه. ماتش بين الهلال والريال هنشجع مين؟ الريال طبعا. لا طبعا بهزر، اكيد طبعا قلبنا مع الهلال طبعا. لا ده بعد ماتش امبارح كمان. يعني انا طبعا كاتالونيا، انا برشلونه، فانا اي حاجه ضد الريال انا داخل فيها على طول. لكن طبعا وجود الهلال في المباراه النهائيه كلنا على قلب رجل واحد، ونتمنى طبعا تبقى لاول مره شيء يشرف كل الكره العربيه، وزي ما الاشقاء في السعوديه عملوا عروض رائعه وخصوصا قدام الارجنتين في كاس العالم، يقدروا ان شاء الله الاشقاء في الهلال ان هم ان شاء الله يتخطوا ريال مدريد، خصوصا الحقيقه عندهم سكواد محترم جدا وكورتهم تطورت جدا في الفتره الاخيره. كل التوفيق للاشقاء ان شاء الله. انا بنشكرك بجد، يعني لخصت لنا حاجات كثيره جدا كان مهم نعرفها، خاصه ردود الفعل العالميه. بنشكرك، وكنا طبعا اكيد سعداء وانت معانا.
انا كنت سعيده جدا ان انا كنت معاكم النهارده، وبتمنى كل التوفيق لرجال النادي الاهلي في مباراه السبت المقبل. اكيد مباراه مش هتكون سهله، فلامينجو هجوميا كمان قوي، لكن ان شاء الله بقى رجال النادي الاهلي كالعاده يكونوا على قدر كبير من الثقه ويفرحونا كلنا بقى ان شاء الله. ان شاء الله.